هعلمك حاجة جميلة قوي تعرفي بيها إن شاء الله تقرأي القرآن لوحدك. شايفة علامة موج البحر دي؟ شايفة علامة موج البحر دي؟ لما تلاقيها على حرف مديها، مديها 4 حركات. يعني إيه حركات؟ حركة يعني كأني هرفع صبعي كده هوت وهتني كده، هرفع صبعي كده 2 وهتني كده هوت، هرفع صبعي كده 3 وهتني كده هوت. فديت الكمان دي إيه كمان؟ ده دي 6 حركات، لأن دوت مد لازم حرفي، مد لازم إيه؟ حرفي. فبقول ايه؟ مش بقول بقى ألم، اوعي حد يقول لي ألم، بقول ايه؟ ألف لام ميم. يلا اتمرني على التمرين دوت. يبقى التمرين بتاعنا هو ان انا هقرأ ألف لام ميم من أول القرآن البقرة لحد آخر سورة، هتنطق بالحروف، هتخلص بحروف ألف لام ميم. أي منظر من ده هقول ايه؟ ألف لام ميم، هي مكتوبة كده لكن بتتنطق كده، ألف لام ميم. وحد يقول لي بتكتبي في المصحف ليه؟ أنا بكتب برصاص وبعد كده همسحه وبعدين يجوز، لأن أنا بعلمكم فيه. فبقول إيه؟ يلا اقروا بقى كده، ألف لام ميم. يلا قولوها مع بعض، ألف لام ميم. يعني إيه بقى يا خالتو ألف لام ميم؟ دي حروف مقطعة، حروف مقطعة. الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يعلم معناها، أنزلت لحكمة، لأن يبين القرآن إعجاز القرآن جنب اللغة العربية، لأن العرب كانوا يعني بيتكلموا لغة عربية. فأدي اللغة العربية بتاعتكم مع القرآن ولا حاجة، لأن أنتوا طب فسروا يعني إيه ألف لام ميم؟ وفي ناس لما جمعوهم مفسرين، لما جمعوا الحروف دي كلها من القرآن وطلعوا المتشابه منها اللي هي ألف لام ميم ونون وقاف وحاميم، طلعوا مثلا لو في كذا ميم يشيلوا واحدة وياخدوا واحدة بس، لو مثلا في كاف هاي عين صاد عين سين قاف، في الحاجات دي كلها كده هوت، بقوا ياخدوا حروف ويسيبوا المتشابه منها. راحوا بعد كده لقوها عملت ايه؟ عملت جملة جميلة قوي، الا وهي نص، نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. الحروف اللي في القرآن عملت كده، نص حكيم قاطع له سر، له سر. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن. والمرة الجاية هنقول الآية اللي بعدها. سلام عليكم.